لقد حملوا لواء الحرب على كل من لم يدن لهم بالولاء والطاعة، ولكن في عنقي بيعة علي فلا أبايع سواه أحدا. تبدأ قصة بلال كواحد من العبيد الذين تم شراؤهم في مكة المكرمة من قبل أمية ابن خلف كبير بني جنح. سرعان ما آمن بلال بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإسلام وصدقه، حيث كان أول من دان بالإسلام من بني جلدته. وهذا ما يؤكده قول أمير المؤمنين علي عليه السلام فيه: وبلال سابق الحبشة. كان المشركون آنذاك يصبون كؤوس العذاب على من يظهر الإسلام، ولا سيما على من أسلم من العبيد، حيث لم يكونوا يملكون قبيلة تحميهم. ولما وصل خبر إسلام بلال إلى سيده صب عليه كل عذابه، وقد صبر بلال على الأذى ولم يكن له من جواب على كل ما يتعرض له إلا أن يردد قوله: أحد أحد. بعد أن تعرض بلال لاضطهاد شديد، أعتق بلال بمال رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنذ أن أعتق التصق برسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة تبعه بلال بالهجرة، وهناك اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون المؤذن الرسمي للإسلام والمسلمين. كان بلال ينادي بالناس بالصلاة جامعة للجهاد والخروج والقتال، كما شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وغصب خلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أعلن قسم من الصحابة رفضهم لأصل هذه الخلافة الجديدة. ولقد أبى بلال مبايعة الخليفة الأول، واحتج قائلا: ما كنت أبايع من لم يستخلفه النبي صلى الله عليه وآله، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة. وحيث رأى بلال أن الاستمرار في عمله كمؤذن للخليفة الأول يعني إسباغ الشرعية على هذه الخلافة، تصرف من وحي قناعته وما يراه صحيحا، فرفض أن يؤذن للخليفة الأول رفضا قويا. ومنذ ذلك الوقت لم يعلم عن بلال أنه أذن لأحد سوى مرتين: أذن في إحداهما للسيدة الزهراء عليها السلام، ولم يتم فيها آذانه لأنها أغشي عليها حينما سمعت ذكر أبيها، ومرة أخرى أذن فيها للإمامين الحسن والحسين عليهما السلام. بعد رفضه مبايعة الخليفة الأول والامتناع من التأذين له، لزم بلال داره مدة يسيرة، حتى إذا بدأت جيوش المسلمين بالزحف نحو الشام خرج بلال معهم بإشارة من أمير المؤمنين علي عليه السلام، حتى انتهى إليها واستقر فيها إلى أن توفي هناك.